بعد إطلاق بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين، أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق استعمال رخصة السياقة البيومترية بخاصية التنقيط كمرحلة أولى ببلدية العاصمة، ومبدئياً بأربع بلديات نموذجية. العملية انطلقت في الثاني من شهر أبريل. بالنسبة لمشروع رخصة السياقة البيومترية، فهو مندرج داخل مشروع الشباك الإلكتروني. حالياً راهو في مرحلة تجريبية على مستوى أربع بلديات نموذجية: الجزائر الوسطى، القبة، بابا حسن، والدار البيضاء. وسيتم تعميمه بالتدريج على مستوى كل بلديات الوطن في خلال السنة 2018. إصدار هذه الرخصة يخص سائقين الجدد والقدامى عن طريق استعمال نظام يهدف إلى تقليل حوادث المرور. قم بمعالجة الملفات بالنسبة للمواطنين الحاصلين على رخصة سياقة جديدة، وبالنسبة لمعالجة الملفات بالنسبة للمواطنين الذين يقوم بإضافة صنف للرخصة تاعهم، سادير اجور دو كاتيجوري. الشروع في العمل برخصة السياقة بالتنقيط رسمياً ونجاح هذه الخطوة يبقى مرهوناً بمدى جاهزية الهيئات المشرفة عليها.